السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب تكونون بخير وصحة وسلامة. اليوم الفيديو مالتنا راح نتكلم بيه عن لاعبين اشتركوا بنفس الجائزة، لاعبين حققوا نفس الجائزة. للأسف اليوتيوب ما بي عنصر مفاجئ، لأنه أنا أصلاً لاعبين راح أحط لكم إياهم بالكبر مال الفيديو وراح تعرفوها وراح أحط لكم إياهم بالعنوان. أي نعم، نتكلم اليوم عن اللاعب مهند عبد الرحيم وعلي عدنان، اللاعبين اللي حققوا جائزة أفضل لاعب آسيوي لفئة الشباب عام 2012 و2013. فإذا شوف الفيديو حلو عجبك اعطينا لايك، إذا ما عجبك هم اعطينا لايك وسوي سبسكرايب للقناة. في 2012 الاتحاد الآسيوي اختار اللاعب مهند عبد الرحيم كأفضل لاعب آسيوي نتيجة أداء جيد ومميز قدمه ببطولة أمم آسيا للشباب اللي أقيمت بالإمارات، واللي حقق من خلالها المنتخب العراقي المركز الثاني. كان قريب جدا من تحقيق البطولة، بس حكيم شاكر بوقتها منحوس للأسف، دائما يحقق المركز الثاني. واللاعبين همين تهاونوا ويا كوريا الجنوبية، وكوريا تعادلت ويانا بآخر دقيقة وفازوا علينا بضربات الجزاء. مهند عبد الرحيم قبل هاي البطولة أغلب الناس ما تعرفه، أغلب المتابعين الرياضيين ما يعرفون من مهند عبد الرحيم. هذا اللاعب اللي بدأ يلعب بنادي الكرخ، ومن نادي الكرخ راح النادي دوك وشارك بهذه البطولة. مهند عبد الرحيم بعد هذه البطولة قدم أداء جيد ورائع وصعدت الأسهم مالته، وبدأ الاسم مالته يتردد على مواضيع احتراف اللاعب، لأنه يقدم أداء جيد ارتفعت أسهمه. وبنهاية العام عام 2012 قرر الاتحاد الآسيوي ينطي جائزة أفضل لاعب آسيوي فئة الشباب، وهذه الجائزة منطقيا أول مرة يحصلها لاعب عراقي. حصلها سابقا بال 88 المرحوم أحمد راضي، لكن مو لفئة الشباب. وبما أنه أصدقاء مهند عبد الرحيم واللي بوقتها كان معروف باسم مهند كرار حصلوا المركز الثاني، معناها راح يشاركون بكأس العالم للشباب اللي أقيمت بتركيا. مهند شارك بهذه البطولة، قدم أداء متوسط، كنا ننتظر من عنده أداء أكبر، لكن أكو مهاجمين بذاك الوقت قدروا أن يسيطرون على الهجوم بالمنتخب الوطني، ومهند عبد الرحيم نوعا ما أداء كان متوسط. لكن لازم أن نذكر أنه مهند عبد الرحيم بهذه البطولة عنده هدف تاريخي على المنتخب المصري، هدف على طريقة مارادونا أو على طريقة ميسي بالجديد. هذا الهدف اللي أعتقد كل مشجع عراقي يتذكره كان يتابع هذه البطولة، استطاع أن يطلع أكثر من لاعبين أو ثلاثة والحارس ويسجل هدف عراقي رائع خلده بالذاكرة. ملخص مشاركة مهند عبد الرحيم بهذه البطولة هي تسجيل هدف وصناعة هدفين، بالإضافة إلى تسجيل ركلة جزاء أمام منتخب الأوروغواي. هنا مهند عبد الرحيم صعدت أسهمه وبدت العقود تجيله، وقرر مهند أن يخوض أول تجربة احترافية له مع نادي شبيبة القبائل بالدوري الجزائري. مهند كان يطمح أنه يروح للدوري الجزائري ويتم تسويقه إلى أوروبا، وهذا اللي صرح به. لكن مهند حسب ما يقول أنه راح وانصدم بواقع آخر، وحسب ما يقول أنه الإعلام ما ينقل الدوري الجزائري، وهو كان رايح لهناك على مود الإعلام، على مود يصعد وينتقل إلى أوروبا. طبعا يمكن أنا أختلف وياه بهذا الشيء، لأنه أعرف أنه الدوري الجزائري متابع من قبل الأندية الفرنسية. مهند عبد الرحيم راح لهناك، وبالمباراة الثانية اللي شارك بيها صارت مشكلة بنادي شبيبة القبائل. أثناء المباراة خسر شبيبة القبائل 2-1، وبسبب غضب الجماهير، هاي الجماهير كل البلدان موجودة، أحد المشجعين المتعصبين شمر حجارة على لاعب كاميروني اسمه إيبوسي. حجارة واحدة اجت بإيده وحجارة اجت برقبته، اللاعب أغمي عليه، وكل اللاعبين كانوا يظنون أنه هذه حجارة ضربة عابرة ممكن أنه يوقع اللاعب ويقوم، لكن اللاعب انتقل إلى المستشفى، وبالليل أعلن بشكل رسمي وفاة اللاعب. هنا صارت مصيبة بنادي شبيبة القبائل. مهند عبد الرحيم أحد اللاعبين الأجانب اللي محترفين بشبيبة القبائل، واللي ما صار له أكثر من أسبوع أو أسبوعين ملتحق بالنادي. هنا مهند عبد الرحيم صار بضغط كبير، هل يستمر باللعب؟ هل يرجع إلى العراق؟ هل يترك الدوري الجزائري؟ كان أمام خيارات جدا صعبة، الله يساعده بتعيش الفترة. لكن بالنهاية مهند عبد الرحيم قرر أن يترك الدوري الجزائري ويرجع إلى العراق،
مسؤولين شبيبة القبائل حاولوا يتواصلون وياه وقالوا له أخذ إجازة. بالفعل مهند عبد الرحيم رجع شهر شهرين من دون أي نادي لأنه فترة الانتقالات متوقفة. مهند عبد الرحيم كان من حقه أنه ينتقل بشكل رسمي، لكن فترة الانتقالات متوقفة، لهذا تورط مهند. بعدين بالنهاية مهند قرر أن يرجع للدوري الجزائري ويكمل الموسم مع شبيبة القبائل. هنا شبيبة القبائل انحرم من الجمهور وتعاقب، يعني بالأحرى مهند عبد الرحيم رايح دا يلعب مع نادي من دون جمهور من دون أي نكهة. لكن مع هذا قرر مهند عبد الرحيم يلعب، وبأول مشاركة شارك بها مع النادي بعد الغياب انصاب بالركبة، وهذه الإصابة خلته يغيب لنهاية الموسم. قبل ما ينتهي الموسم مهند عبد الرحيم بدأ يرجع إلى اللعب تدريجيا. مهند عبد الرحيم ساهم بتسجيل بعض الأهداف شبيبة القبائل، ومنها هدف مهم تسبب ببقاء شبيبة القبائل بالدوري ومنعه من الهبوط. بعد أن انتهى الدوري قرر مهند عبد الرحيم يلم غراضه ويقول السلام عليكم، راجع للدوري العراقي. ورجع وقع مع نادي الزوراء على سبيل الإعارة من شبيبة القبائل، لأنه عقده كان مع شبيبة القبائل لمدة سنتين. انتهت هذه السنة وصار لاعب رسمي لنادي الزوراء، لكن جاء عقد آخر بالدوري الإماراتي بنادي النصر. وهنا قرر مهند كرار مثل ما معروف عند الجماهير بوقتها أن يروح إلى الدوري الإماراتي ويبدأ بتجربة احترافية مع النصر. ومثل ما معروف عندكم الدوري الإماراتي يبحث عن اللاعب الجاهز. قبل ما ينتقل مهند أتذكر عندي أحد الأصدقاء إماراتيين سألني، قال لي حسام شنو رأيك بهذا اللاعب؟ قلت له لاعب جيد ومميز لكن ما راح يستمر بالدوري الإماراتي. قال لي ليش؟ قلت له لأنه الأفضل من عنده ما استمروا. قال لي لا، ممكن أنه يبقى هذا اللاعب هداف. قلت له لا مستحيل، لأنه بالدوري الإماراتي صعب تصبرون على لاعب، وهذا اللي فعلا يصير. مهند عبد الرحيم راح شارك بأول مباريات كان النجم الأول بالفريق، لكن مهند عبد الرحيم مرور الوقت هبط مستوى أداءه بدأ يقل، استغنوا عنه نادي النصر الإماراتي وأيضا رجع إلى الدوري العراقي. ومن الدوري العراقي ظل يلعب للزوراء إلى أن إجا عرض بنادي الظفرة. نادي الظفرة يعتبر من أندية المؤخرة بالدوري الإماراتي، والاحتراف به يعتبر احتراف سلبي. راح مهند عبد الرحيم لعب بنادي الظفرة وأيضا بدايته كانت جيدة، لكن أيضا مستواه بدأ بالهبوط واستغنوا عنه نادي الظفرة، وبالتالي رجع إلى الدوري العراقي. ها قصة أفضل لاعب آسيوي لعام 2012، اللاعب اللي كنا ننتظر من عنده أن يكون يونس محمود، اللاعب اللي تسبب بصعود العراق بشكل رسمي إلى أولمبياد ريو. مهند عبد الرحيم حاول أنه يعود بنفسه وياخذ مكان اساسي بالمنتخب العراقي، لكن منطقيا ما قدر ان ينال الثقه. الجمهور العراقي كان ينتظر سفاح جديد للكره العراقيه، لكن مهند عبد الرحيم اخفق بالحصول على الاساسيه بالمنتخب العراقي. مهند عبد الرحيم ابدا ما كان سفاح جديد، والسبب يعود الى الطريق الخاطئ اللي مشى فيه، او على الاغلب القرار الخاطئ اللي اتخذه بالعوده للدوري العراقي. يعني اللاعب احيانا يضطر انه يمشي الامور مهما كان، لانه هو محترف، مهما كانت الضغوطات عليه يستمر مع النادي اللي بدا به، وما دام بديت انت بالخطوه الاولى لازم تكملها. مهند عبد الرحيم بعدها شارك بكاس الخليج وشارك بتصفيات كاس العالم، لكن ما قدر يرجع المستوى، واكو هواي لاعبين اجوا مهاجمين ازاحوا مهند عبد الرحيم، وانتهت اسطوره مهند عبد الرحيم اللي نال على جائزة أفضل لاعب آسيوي لعام 2012. كملنا قصة مهند عبد الرحيم، هذا اللاعب اللي خلينا نقول أنه مكان محظوظ، كان قرار عنده خاطئ، كذلك الإصابة هي اللي منعته من الإبداع. نتمنى له أن يعود لأنه لاعب عمره 26 سنة، حتى لو موضوع المنتخب فاته لأنه أكو مهاجمين جداد طلعوا على الساحة وأخذوا مكانه، نتمنى له أن يعود أقوى مع نادي الزوراء. راح نروح على عام 2013 ومع اللاعب علي عدنان. بعام 2013 قرر الاتحاد الآسيوي أن يختار أفضل لاعب شاب آسيوي، وكان لازم يختار علي عدنان نتيجة الجهود اللي قدمها علي عدنان. علي عدنان بكأس العالم للشباب بتركيا قدم أداء رائع، أداء مميز، كذلك كان مقدم أداء جيد بكأس آسيا 2012 للشباب، لهذا علي عدنان كانت الأنظار نحوه. علي عدنان هالقد ما كانت الأنظار متجهة نحوه أطلقوا عليه بكأس العالم للشباب جارث بيل العراق. اي نعم، مو جارث بيل مال هذا الوقت اللي قضيها بالاحتياط، لا، وبالجولف، لا، ذاك الوقت كان جارث بيل اسم كبير وعلي عدنان يقارن به، او يسموه جارث بيل العراق
يعني كانت حياتنا كلش حلوة من نشوف لاعب عراقي اختاروه من ضمن أفضل 30 موهبة بالعالم. علاوي الاتحاد الآسيوي مجبور أخذه كأفضل لاعب آسيوي لأنه ماكو لاعب وصل لمستوى علي عدنان. علاوي بديش الفترة كان موقع مع وكيل أعمال عراقي، لكن علاوي اتخذ قرار صحيح، اجته هواية عقود، قرر انه يتوكل على الله ويروح يبدي بمسيرته الاحترافية بتركيا. علاوي راح بالدوري التركي، قدم اداء جيد، عنده اهداف جميلة منها ضربة حرة، قدم اداء رائع. خلينا نقول هذا الاداء خلى المستوى مالته يصعد واسهمه تصعد، وبالتالي علاوي انطلب بالدوري الايطالي. هنا علاوي كان ذكي جدا بالتعامل مع الاحداث. علاوي انتقل من دوري جيد الى دوري افضل، دوري ممتاز اخر، لهذا علي عدنان بسهولة غير وكيل اعماله. كريستيان ايميلي هذا وكيل الاعمال اللي عنده خبرة بالانتقالات مع اللاعبين، ساهم بنقل هواية لاعبين مصريين، عنده تجارب كلش كبيرة، ولهذا كريستيان ايميلي نقل اللاعب علي عدنان الى الدوري الايطالي. لاعب عنده امكانية، عنده وكيل اعمال جيد، تمشي اموره. علاوي بدأ مشواره الاحترافي بنادي اودينيزي بالدوري الايطالي، وهمين قاموا يحاربون علاوي، ها شو وقت ينزل علاوي، ما نزله، شو وقت راح ينزل، ما ادري شنو. الاعلام كان يسوي ويا علي عدنان مثل ما يسوي حاليا ويا ميمي، شو وقت ينزل، شو وقت يطلع، شو وقت يسجل، شو وقت يضرب ضربة حرة. الاعلام كان شيء سلبي بحياة علي عدنان، لان علي عدنان كان مدرب فكرته انه يشارك به بس بشكل تدريجي وما يشارك به كلاعب اساسي. المهم علي عدنان نال الثقة بنادي اودينيزي الى ان تغير المدرب وتغيرت الخطط، وبالتالي اصبح علي عدنان بعيد عن المشاركة بالدوري الايطالي مع اودينيزي. هنا علي عدنان فات بأزمة، او خلينا نقول كان المفروض يتخذ قرار بسبب توقيع علي عدنان مع وكيل اعمال جيد ومميز، ما رجع للدوري العراقي مثل ما سوى مهند عبد الرحيم. وهنا نجي نفكر بفائدة وكيل اعمال المحترف. هذا وكيل اعمال مهما تنطي من عقدك نسبة فهو يستاهلها اذا كان محترف، وإذا ساهم بنقلك إلى أندية أخرى وجد لك حل. أما إذا تحترف وتوقع مع وكيل أعمال عادي، صدقني احترافك راح يعتبر سلبي، لأنه وكيل أعمال مالتك ما يعرف يبحث لك عن مخرج. كريستيان إيميلي وجد حل لعلي عدنان، نقل لنادي أتلانتا. علي عدنان لعب مع نادي أتلانتا اللي حاليا ينافس على الدوري الإيطالي ومركز الثاني، وعنده مباراة مهمة بدوري الأبطال، ويعتبر من الأندية المميزة حاليا بإيطاليا. لكن علي عدنان هنا نقدر نقول ما توفق مع النادي، وأيضا ما اشترك بشكل متواصل مع النادي. هنا همين نرجع ونقول لو ما عنده علي عدنان وكيل أعمال جيد وبراسه خير وبحظه خير، كان رجع للدوري العراقي مثل ما سوى مهند عبد الرحيم. لكن وكيل الأعمال لقى له مخرج لعلي عدنان وخلاه يلعب بالدوري الامريكي، وحاليا علي عدنان يلعب بشكل متواصل بالدوري الامريكي، ونقدر نقول عليه عطاء جيد ومميز والاستمراريه عنده رائعه، ويعتبر قدوه للاعبين العراقيين. واي لاعب عراقي ممكن يشوف علي عدنان هو قدوه، يشوف علي عدنان هو اللاعب المميز والمحترف رقم واحد بالعراق. فهذا الفرق ما بين اللاعب مهند عبد الرحيم اللي حصل جائزة أفضل لاعب آسيوي بعام 2012، وما بين اللاعب علي عدنان. واحد اتخذ قرار خاطئ ورجع إلى الدوري العراقي وانتهى مشواره، بالإضافة إلى أنه ما كان عنده وكيل أعمال محترف، والآخر كان أمامه فرصة للرجوع للدوري العراقي لكن كان عنده قرار جيد ومميز وكان عنده وكيل أعمال استطاع أن يوجد له مخرج وينقذه باللحظات الأخيرة. علي عدنان إذا تكلمنا عن تجربته بالدوري الإيطالي راح نعتبرها تجربة متوسطة أو تجربة غير ناجحة، لأنه اللي يطلع من الدوري الإيطالي هذا يعتبر طالع من دوري بالتوب إلى دوري أنصا. لكن هذه الحركة خلت اللاعب علي عدنان لاعب محترف، لاعب يعرف معنى الالتزام، لاعب يختلف عن لاعبين جيل الغير محترفين، وبالتالي قرار انتقاله للدوري الأمريكي يعتبر قرار صائب وإنقاذ للاعب من مصير قد يكون مشابه المصير مهند عبد الرحيم. وهاي رسالة للاعبين الشباب اللي الآن عندهم عروض احترافية من أي نادي، عليكم بالبداية أن تدورون وكيل أعمال جيد ممكن أنه يضمن حقوقكم، ممكن أنه لعبكم بشكل أساسي، أو يوجد لكم حل في حال وقعتوا بأزمة. أمامكم طريقين هسه، طريق مهند عبد الرحيم وهو الاحتراف، والعودة السلبية
إلى الدوري العراقي، أو طريق ثاني هو طريق علي عدنان والاحتراف والاستمرار بالاحتراف، يعني روح وقع مع وكيل أعمال بالبداية وراها دور عقد أوروبي. أشوفكم خير يا رب، مع السلامة.